على الأزهر. الإمام محمد الشناوي يقول الشاعر في تكريم علماء الأزهر: واخشى عمليا واقضى حق أئمة طلعوا به ظهرا وماجوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا. وصلنا في الدرس الماضي إلى أن الدولة أو الحكومة أرغمت شيوخ الأزهر الثلاثة الكبار على الاستقالة، وعينوا بدلا منهم الشيخ عبد الرحمن حسن وكيلا للأزهر. في هذه الحالة خل الجو فغيروا قانون الأزهر حتى يتاح للدكتور مصطفى عبد الرازق ليكون شيخا للأزهر. وكما قلت، الشيخ مصطفى عبد الرازق رجل فاضل وشيخ عالم كبير، ولكنه أخذ العالمين من الأزهر ولم يدرس في الأزهر، إنما كان كل تدريسه في جامعة القاهرة. والقانون لا يسمح لمثله أن يكون شيخا للأزهر، لكن الملك فاروق ومعه الحكومة لهم رغبة شديدة في تعيين الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخا للأزهر، فغيروا القانون في غيبة هؤلاء العلماء الكبار وعينوا الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخا للأزهر. كما قلت، الشيخ عبد رجل فاضل، رجل عالم له مكانته والعلماء يقدرونه، لكن القانون لا يسمح له. فهم اعتراضهم ليس على الشيخ نفسه، ولكن على تدخل الحكومة في شؤون الأزهر. طيب، توفي الدكتور مصطفى عبد الرازق بين يعني بعد عامين من تعيينه شيخا للأزهر، فلم تجد الحكومة بدا من إعادة الشيوخ الثلاثة وتعيين الشيخ محمد مأمون الشناوي شيخا للأزهر سنة 1948. تلقت الأمة بكل طوائفها هذا التعيين وهذا الخبر بالسعادة والسرور، والإمام الجديد نشط في إصلاح الأزهر وفي إدخال عدد من التعديلات لمصلحة شؤون الطلاب ولمصلحة العلم. وكانت ميزانية الأزهر متدنية جدا، فبدأ يطالب الدولة، يطالب الملك، يطالب الحكومة برفع ميزانية الأزهر، وقد استجابوا له ورفعت ميزانية الأزهر في ذلك الحين إلى 1,000,000 جنيه. مليون، المليون زمان غير مليون النهاردة، لأن الجنيه المصري كان أعلى من الدولار، بل لا، ده أعلى من الجنيه الاسترليني. يعني لما الواحد يكون معاه جنيه استرليني وعاوز يبدله بجنيه من مصر لازم يدفع 2.5 قرش. كان يعني الجنيه المصري يزيد على الاسترليني 2.5 قرش. هنا الجنيه الاخضر كان 3 دولارات. ايوه، نعم، حصلته انا، حصلناه كان 33 قرش. اجتهد الشيخ في إرسال البعوث الدعوية إلى كثير من البلاد للدعوة إلى الالتزام بأحكام الشريعة، كما أرسل بعثة إلى بريطانيا لتلقي الطلاب اللغة الإنجليزية
حتى يستعينوا بها في دعوة البلاد التي لا تتكلم باللغة العربية وتتكلم باللغة الإنجليزية. كما أنشأ عددا من المعاهد الدينية الكبرى، فأنشأت في عهده 5 معاهد كبيرة: معاهد المنصورة، المنيا، سمنود، منوف، جرجة. كما نجح في جعل مطالبة الدولة بجعل المادة الدين الإسلامي إجبارية في وزارة التربية والتعليم، أو كان وقتها اسمها وزارة المعارف. دراسة الدين الإسلامي مادة إجبارية في وزارة المعارف. كذلك نجح في جعل خريجي الأزهر لهم الحق في التعيين كمدرسين في وزارة التربية والتعليم أو في وزارة المعارف في ذلك الوقت. أيضا نجح في مساعيه لإلغاء البغاء الرسمي. البغاء الرسمي كان يعني رسمي والدولة توافق عليه، وكان وصمة في جبين الأمة، فاستطاع الشيخ محمد مأمون الشناوي أن يلغي هذا النظام في وقته. الشيخ لم يعمر طويلا في مشيخة الأزهر، دهمه المرض قبل أن يكمل 2 سنين في مشيخة الأزهر، لكن مع ذلك ظل يجاهد وهو في مرضه ويعاني معاناة شديدة، حتى وفاه الأجل 1950 ميلادي، وشيعته الأمة في جنازة شعبية عظيمة إلى مسواه الأخير. كان رحمه الله كريم الخلق، كما كانت لديه نزعة شعرية عفيفة، كما كانت لديه نزعة صوفية سامية، كان لسانه دائما رطبا بذكر الله تعالى. وكان له بيت في الحلمية، هذا البيت مورد علم وفضل وجود تتزاحم عليه الفود دائما. حاولت الدولة في مرحلة من مراحل حياته أن تضمه إلى حزب الاتحاد اللي كان مضاد لحزب الأمة ولحزب الدستور، لكنه أبى، كان يعني يرى على أن الحزبية تفرق الدولة وتبعث في أعضائها العصبية ضد بعضهم البعض، فأبى إباء شديدا، على عكس الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي كان يعني دخل من الحزب الدستوري في وقته. في عام 1930 استبدل بجزء من معاشه قطعة أرض زراعية، وهي الوحيدة التي خرج بها من الدنيا، ولم يترك من المؤلفات إلا رسالة كان عملها عشان يحظى بعضوية هيئة كبار العلماء، ومجموعة مقالات ضمها وجمعها الشيخ عبد المنعم خفاجي، وعنوانها الإسلام ومبادئه الخالدة. رحم الله تعالى الإمام الشيخ محمد مأمون الشناوي رحمة واسعة بقدر ما قدم من جهود في خدمة إسلامه وأزهره وأمته. آمين يا رب العالمين. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا بش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامك كلمتين، يا الله مشتاق لمسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.